ازيكم يا جماعة؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل ورق العنب بالكوارع. طبعا انا جبت الكوارع غسلتها غسلة حلوة وغليتها بالمية، وكبيت المية اللي انا غليتها فيها وحطيتها في مية نظيفة، وحطيت ورق لورا وحبهان وسبتها تغلي لغاية ما نعمل ورق العنب. طبعا تدحش ورق العنب، انا طبعا غسلت الرز والخضرة قطعتها عشان ما اخدش وقت معاكم، والصلصة دي انا كنت مخزناها فطلعتها سخنتها عشان في العيد محدش يعني بيقعد يعمل وكده، فهبتدي اعملها اهي. انا مخزناها في القناة، لو نزلت هتعرفوا انا مخزناها ازاي. وبكده انا حشيته خلاص، هحط عليه بقى الشوربه وادخله الفرن. وبكده طبعا الطاجن هنزل عليه بالشوربه، طبعا هنزل بالليمون، وادخله الفرن ولما يطلع نشوف. وبكده يا جماعة الطاجن الورق العنب طلع معانا، وهنزل عليه بالكوارع فوق الوش كده، ويا رب يعجبكم.